عملت 3 ضباط، ضابط في الفيلم البطنيه كان ضابط مخدرات بيتخفى وبتاع، وبعدين عشان المهمه بتاعته ان هو لازم يرصد حركه تجار المخدرات، وعملت ضابط في فيلم الباشا كان ضابط اداب، وهنا ضابط امن دوله. فالثلاثه مختلفين مع ان الثلاثه درسوا في كليه البوليس، بس بصفه خاصه الشخص اللي عملته زوجة رجل مهم كانت شخصية مركبة جدا، عنده عصاب، وصل لمرحلة هو محب جدا لمهنته ومحب جدا انه يخدم، ولكن حصل له في لحظة لما لقى فيه صلاحيات في اعتقالات سبتمبر وهو حاس انه بيدافع عن امن البلد، قالوا له ممكن تقبض عن يعني البلد في حالة بلبلة وبتاع ممكن بالتليفون، فغزت عنده الأنا عاليت عنده، والتثبيت على الفكرة لوحده ان هو علشان هذه الصلاحيات جات له ان هو بقى يتصرف من تلقاء نفسه. هو حس مش غلطان، اصل الانسان لما يبقى عنده عصاب اللي هو التثبيت على الفكرة لوحده بيقولوا عليه في الطب النفسي كده ان انا عندي حق، فبقاش شايف ان هو غلطان. انا خدمت البلد ولولايا كانت الفوضى خربت كل حاجة، احنا حاضرة الصحف في حالة حرب. وبعدين لمتهم كلهم في عينين في عينين، يعني المهنة اصلها بتنعكس، هتلاقي الضباط كلهم من كتر ما اتعاملوا مع ناس كتير جدا، سرقات وقتل وبتاع، وناس داخلة بتكذب وناس داخلة بتصدق وناس، فتلاقي عيني عامل كده طول الوقت، فتلاقي لا نظرة العين على طول فيها شك وفيها تساؤل وفيها كذا، ف 24 ساعة عنده الشك ده والتساؤل ده. المشهد اللي انا قاعد بحقق مع واحد فلقيت نفسي بقول له ايوه يا سيدي، وكانت الساعة كده الكاميرا شغالة مش عارف اعمل ايه، يعني لو اسلوبه شكله في التحقيق لان انا معايشه، فلقيت نفسي بقى على الساعة لان الساعة دي يعني ايه هتعترف ولا لا، يعني دي ما كانتش موجودة في السيناريو. يعني انا لما جيت قعدت مع الاستاذ رؤوف توفيق قلت له تعالى نتكلم في الضابط ده وهو صغير، مين هو الضابط ده؟ انا كان حلمي زمان ان انا ابقى ضابط، عندي صورة وانا عامله 10 سنين لابس فيها لبس الضابط. لما دخلت كلية الشرطة كنت بستنى يوم الأجازة علشان أخرج لبس الكلية أفضل ماشي في الشارع عشان أشوف نظرات الناس ليا. يعني فمهم أوي الضابط، فمن طفولته وصباه اتكونت ديت وتناست. لما جيت أعرف الشخصية كاملة ابتديت ألبسها الجهاز العصبي وأتحرك بيها، فهو حابب ده، فلما جه أقصى عن السلطة فحصل انعدام وزن زي السمك اللي طلع من مية مات، يعني زي ما يكون رجل لما خرج مات، عشته قوي قوي قوي، فلدرجة ان انا كنت بطني بتتنفخ وعرق، فلقيت نفسي طول ما كنت بصور الفيلم ده كان من كتر معاشتي ليه ومن كتر ما انا التصقت بيه قوي وشفته من جواه ولبسته الجهاز العصبي تمثل بيه، ابتديت احس ان المرض اللي جاني ده هو نفس الشخص ده مريض بيه. يعني نفس هشام ده في اللحظة دي ممكن يكون هو مريض بيه. قوم بقى ريحني وريح نفسك. هرجع شغلي وهعرف اتصرف بجد. في مشهد تاني اللي هو الراجل البواب جاي بيقول له فين الفراخ والبتاع وكذا، برضه بعد ما خرج من السلطة. قال له الراجل الجماعة مش عاوزة تدينا وكذا 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 وكذا. فبيقولوا انت كذاب، بقول له انا مش كذاب، اول مره يعمل له كده فذهل ايه كل حاجه، فروحت لاطش الراجل قلم، الراجل خد القلم وقال له خلاص كلكم كلاب خلاص، حصل له المرض بقى، والراجل من كتر ما شافني جري ابتدى يقع من على السلم، وانا دخلت مسكت البتاع شفت نفسي مش كاره نفسه بقى في اللحظه دي، ان هو كل ما شويه يبص في المرايه كده، فاول ما شاف نفسه منهار فراح ضارب نفسه بالازاز. انا ابتديت الاقي نفسي تلكت، وكل اول ما هديت قعدت مسكت الراجل قعدت احضن فيه وطبطب عليه وكل يوم اعتذر له وقول لي خلاص يا استاذ احمد، اقول له لا لا اوعى. ولذلك في الاخر الناس كمان بتسالني بتقول الفينال بيقولوا ليه انت قتلت الاب، هو من ساعه ما خرج من السلطه مات، فايه اللي بيفكروا بالحياه؟ هذه الزوجه فقد السلطه، فقد المظهر، فقد التصاق الناس بيه، فقد كل الاشياء، فحس انه بقى لوحده، مين اللي معاه؟ هذه الزوجه اللي بتأتمر بامره من اول ما اتجوزها في المنيا، فحس ان اي حد هياخدها منه ما بقاش ليه حاجه يعني، وحس ان هي دي بس اللي بياله، فلما جه ابوها وعاوز ياخدها فقال له منى مش هتخرج منها.